السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا نكمل وياكم الموضوع. لو نجي نباوع شو الأشياء اللي ممكن نغيرها، لاحظ هنا أنه زين، أنا سويت هنا الروابط، ما عندي أي بروبليما، وهذا أيضا عملت لا بروبليما بالإسبانية، يعني ماكو مشكلة، ماكو أي مشكلة. فيبقى شيء آخر، بعض الأوقات مثلا أنت تريد تمرر argument parameter، ففي هذه الحالة انت ما تقدر تمرر البارامتر، لان انت تستخدم الاكواد. هاي الاكواد هي اكواد HTML، صح؟ يعني مثلا انه انت تريد تصير خبيث وتمرر اشياء للمستخدم بدون ان يحس، لانه انت تعرف التمبلت هي ما ينعرض. فممكن انه انت تمرر اشياء لليوزر، مثلا تنزل له باتش او تنزل له ملف يستنسخ اشياء او مفاتيح اللي مخزونه في البراوزر، لان البراوزر معظم البراوزرات يحفظ لك الباسورد، فممكن تاخذ الباسورد من اليوزر وتستفاد من عنده. طبعا هذا الشيء يعني ما علمك عليه انسى 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 لان حرام، لكن ممكن تستفاد انت من عنده هذا البارامترز. يعني هي شغلات ادفانس، يعني شيء متقدم في الدي جانجو ويب، لان احنا بدنا ناخذه بالدي جانجو ويب ترى مال مبتدئين، يعني من هسه اخذ قاعده هاي مال مبتدئين، عندي اشرحها، لان دي جانجو ويب بيها شغلات كثيره جدا مال محترفين. فممكن انه انت تعبرها كباراميتر، لكن انا راح اعلمك كيف انه انت تعبر الباراميتر، اوكي، حتى لا يبقى في نفسك. يعني مثلا انا اذا جيت على الاتشرف، في الاتشرف هذا اشيله السلاش، لكن حضع بعد السلاش شيء اخر. لو جيت وضعتها كتمبلت، في التمبلت انت تعرف كل الزين، انا ممكن اعبر باراميترات البايثون. يعني وصلت الفكره؟ ها، بس اذا تعلمتها لا تاذي احد، حرام عليك. هي تستفاد وين؟ يعني مو بس فقط شو اسمه انه تنزل معلومه، هي ايضا تستفاد انه مثلا تعبر باراميترز انه تحجز سيشن كوكيز، هاي الاشياء يعني في البراوزر مالته حتى يكون اسرع، يعني وممكن كاش تعمل له حتى يكون اسرع. يعني هاي تقدر تستفاد من عندها في الديفلوبمنت، في التطوير، يعني هاي الاشياء ممكن تستفاد من عندها. فراح اعطيك فقط طريقه انه ممكن انها تعمل هنا يو ار ال، هذا اليو ار ال حيكون في داخل السترينج اللي هو هوم. جميل، بس خلينا نتاكد انه يعمل، مفروض ما نواجه مشكلة. home اوكي، pass لاحظ دايمر. يعني ممكن هنا شنو قصدي بالpass argument، ممكن هنا انت ايش تعمل، مثلا تعمل space تكتب مثلا id when id مثلا equals something blah blah blah، اوكي، يعني هاي الاشياء ممكن تعبرها. ما اعرف اذا كانت تعمل هنا أنا. اوبس لا ما تعمل، لانه احنا لازم نمرر الargument anyway. فهي هاي الفكرة مالتها، انه انت لازم تصنع لها طبعا كلاس، هذا كلاس حتى يقدر يعبرها على ال URLs، اوكي، لان انت تطلب من ال URL، عفوا تطلب من ال URL الهوم اللي هو عن طريق الاسم، عفوا الهوم الاسم. فهنا تقدر تعمل list، اوكي، يعني تقدر تضع هذا في list، وهذا list حيتكون فاصلة من something else، اوكي، فتقدر تعبر هاي الارجيومنت عن طريق الليست. طبعا انت من تعمل له فاصله وتكتب الاسم، هذا ممكن تعمله كلاس، تجي تحوله الى كلاس، تضع كلاس خاص بها، هذا كلاس تجي تشوف شو تريد انت تعبرها للمستخدم. فهاي فكره بسيطه. طبعا هذا الشيء ممكن اني اعمله لكل اللينكات، يعني فور اكزامبل فور ذس وان ايضا اقدر استخدم التمبلت، ف اتس ورك نو بروبلم. والاباوت سيم ثينج، لكن انتبه انه الهوم حيكون اباوت، و this one كذلك الكونتاكت لازم ننسى instead of home. I know، اعرف انه هذا نسيته، اوكي، فاجي مره اخرى اعمل refresh home about. لاحظ الاباوت يذهب ايضا لل HTML. Anyway انت ممكن مثلا اذا تريد تتاكد فور اكزامبل مثلا تكتب ار كونتاكتور، اوكي، ف من تجي للكونتاكت اوبس كنترول سي ران اجين، زين هنا لاحظ
عندك مشكلة بالكونتاكت، اوكي، الارجيومنت لازم تصلح الارجيومنت. فهذا يثبت لك انه هو دا ياخذ من اليو ار ال، ياخذ النيم string، اوكي، هذا النيم string كونتاكت، اوكي، لازم هنا يكون مشابه نفسه الموجود في النافبار. يعني اذا كان كونتاكت ار لازم هناك ايضا يكون كونتاكت ار. ف let's try again. اوكي، it's working، ما عندنا مشكله. هذا about، ما عندنا مشكله بها. الكونتاكت يرجع للكونتاكت فورم. ف anyway هنا يجي لنهايه الدرس انه احنا قدرنا نعمل رينكات. نقول لكم مع السلامه.